اختار ياسين وبعض أبناء حيه تحويل مكان مهمل إلى مطعم فاخر يطل على خليج العاصمة، ويقدم أطباقا شعبية لزوار القصبة عبارة عن سردين بتتبيلة منزلية. بلاصات ديال رمضان معروفة، مقابلها أول مسجد الأول في العاصمة، نزلنا كملناها بالرفير، والرفير هدايا جاتنا هكذاك ليدي كما يقولوا، ما كتشوفي مع الله بالله يبارك، والخير اللي قبلك هكذا دراها تجيك ليدي باش ديري حاجة اللي تقدري كما يقولوا تفيدي بها انت وبلادك وولاد بلادك. تبدينا كتشوفي فيه بالدرس نخدموه تراديسيونال الحمد لله. اشتهر المطعم بسبب موقعه المميز والديكور الذي يعبر عن حقبة تاريخية مهمة جعلته مقصد السياح من كل حدب وصوب. هادية، جيت من موسكو، كنت عايشة في موسكو، كنت نحوس بزاف في الانترنت على ريستوران يكونوا ملاح عندهم الفيو الشابة على البحر على غابة حاجة شابة. بعد لقيت لهنا هذا صدفة، كنت دائما نخمم لازم نجي. بنتي البارح جات قالت لي القاعدة الشابة ومليحة، مشينا حوسنا بالقصبة شوية، شفنا الأماكن الشابة والجميلة وجينا ناكلوا نفطروا هنا، قالوا لنا باللي الماكلة مليحة. أنا أول مرة نجي هنا هنايا باسكو، هنايا شابة كيفاش قاعدة شابة والبحر ونص عجرة تشوف هنايا. جاوا لي باسكو أنا زعما جيت عندهم وجاوا لي بلاصة شابة. يتطلع ياسين إلى توسيع مشروعه أكثر، خاصة وأنه يقع بمنطقة استراتيجية ساعدت في إنعاش السياحة الصيفية. كتشوفي فيها بزليج وكذا، هذا كاع اليدي تاعنا، اليدي تاعنا والدولة الحمد لله صدر عاونتنا ومنايا الحمد لله. ها اللي كيف وقضية السواح، قلت لك العالم كاع يجي لهنا الحمد لله، والله العالم كامل، والجزائريين كما يقولوا بصفة خاصة يجيو من الشرق من الغرب من الجنوب من أي بلاصة يجيو مرحبا بهم دائما. عبق القصبة وعطرها يترامى بين أزقتها التاريخية ويزداد كلما اعتنى أبناؤها بجانبها السياحي.